بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات معكم كمال عبد التواب بريك معلم الكيمياء بمدرسة الصفا للتعليم الثانوي حيث سنكون الآن بصدد موضوع من موضوعات الكيمياء وهو الضغط بداية الضغط ويرمز له بالرمز P نجد أن هناك لدي بعض من مؤشرات الاداء في هذا الجزء يجب ان الم بها. وهي المؤشر الاول ان يعرف الطالب العلاقه او الضغط وعلاقته بالقوه، ومن ثم يصف كيف يقاس الضغط، وثم يوضح كيف تحول وحدات الضغط من وحده الى وحده اخرى، وهناك مؤشر اخير هو عباره عن يذكر أو ذكر الشروط القياسية للضغط ودرجة الحرارة ولكن قبل أن نخوض في موضوع الضغط حتى نستطيع الوصول إلى مفهومه لو فرض أن لدينا قنينة حجمها لتر واحد مليئة بالهواء فنتساءل هل يمكن أن تحدد كم لديك فعلا من الهواء؟ بالطبع تكون الإجابة من الصعب معرفة ذلك لماذا؟ لان لتر من الهواء لا يعني الكثير ان لم تعرف الظروف التي تتم فيها عمليه القياس. فنجد ان هنا اللتر يستطيع ضغطه الى عده ملي لترات او ممكن ان يتمدد ليملا قاعه كبيره. ولوصف غاز بشكل كامل يجب تحديد اربعه من الكميات القابله للقياس وهي الضغط والحجم ودرجة الحرارة وعدد الجزيئات وهنا نجد أن الضغط أو نستعرض مع العلاقة بين الضغط والقوة نعلم أن الضغط هو يتمثل في مفهوم يعرف باسم القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات والقوة هي مؤثر خارجي هذا المؤثر الخارجي عندما يؤثر على وحدة أو على سطح ما فيؤثر تعرف عندئذ او يعرف عندئذ بمفهوم الضغط. هنا الضغط والقوه كما ذكرت الان ان الضغط هو عباره عباره عن مقدار القوه المؤثره عموديا على وحده المساحه. من خلال هذه العلاقه الرياضيه المتمثله في الضغط يساوي القوه مقسومه على مساحه السطح حيث القوه وحدتها النيوتن والنيوتن هنا يعرف ب سنعرفه الان من خلال تعريفه كما درسناه في ماده الفيزياء. ومن ثم وحده قياس المساحه السطحيه السنتيمتر المربع. نستنتج من ذلك وحده الضغط وهي عباره عن نيوتن مقسوم على سنتيمتر مربع. ونقدر هنا نستطيع ان نقول ان مفهوم الضغط مفهوم نيوتن ماذا يعني؟ نجد ان نيوتن هو عباره عن القوه التي تزيد من سرعه حركه أو جسم كتلته كيلو جرام واحد بمقدار متر لكل ثانية. وحتى نفهم مفهوم الضغط بشكل أكبر من خلال استعراضنا لهذه الصورة، فهذا الشخص الذي يقف فهو على سطح ما فهو يؤثر عليه بضغط سنستعرضه سويا من خلال مفهومنا لهذا القانون. فكما علمنا أن الضغط يساوي القوة مقسومة على مساحة السطح. فالعلاقة هنا بين الضغط ومساحة السطح علاقة عكسية. إذا زادت مساحة السطح قل الضغط والعكس. إذا زادت مساحة السطح قل الضغط وإذا قلت مساحة السطح زاد الضغط. وذلك عند ثبات القوة. بينما العلاقة بين الضغط والقوة عند ثبات ثبات المساحة علاقة طردية. زيادة القوة تؤدي إلى زيادة الضغط شرط ثبات المساحة. وهنا نجد أن السطح الذي يؤثر فيه هذا الشخص يعتبر ثابتا في في هذا الجزء، والقوه هنا موجوده تتمثل في وزن هذا الشخص الذي يمثل ب 700 نيوتن، فعندما تؤثر قوه مقدارها 700 نيوتن على مساحه بهذا الشكل 450 سنتيمتر مربع تكون مقدار الضغط الناتج 1.6 نيوتن لكل سنتيمتر مربع. هنا نجد في قلة المساحة المؤثر مساحة السطح الذي يؤثر عليه هذا الشخص عندما وقف على مقدمة قدمي قلت المساحة حتى أصبحت 20 سنتيمتر مربع ونجد هنا أن الضغط بالتأكيد سيقل حيث سيزداد لأن العلاقة بين الضغط والمساحة السطح علاقة عكسية عندما تقل المساحة يزداد الضغط كما نرى أصبح 35 نيوتن لكل سنتيمتر مربع حين أن كان 1.6 في هذا او عند هذه المساحه ايضا عندما تقل المساحه بشكل اكبر يزداد الضغط بهذا الشكل نلاحظ كلما زادت المس... كلما قلت المساحه زاد الضغط وهنا نستطيع ان ندرك العلاقه بين الضغط ومساحه السطح ونستنتج هنا ان كل كيلوغرام من الكتله او وجد ان كل كيلوغرام من الكتله يؤثر بقوه مقدارها 9.8 نيوتن وذلك بسبب الجاذبيه المساحة. وحتى نستطيع ان نقول ان نحن الان بصدد الغازات والحديث عن الغازات فيهمنا هنا ما يعرف باسم الضغط الجوي والضغط الجوي هو سبب فيه هو ضغط يمارسه الهواء على سطح الارض حيث ان للهواء وزن هذا الوزن يجعله يضغط على او يؤثر على الارض بقوه تعرف باسم الضغط الجوي والضغط عند مستوى سطح البحر يقاس بارتفاع او بوزن عمود الهواء الذي يقع على هذه المنطقه ونجد ان كما ذكرت ان للهواء الجوي المتمثل في النيتروجين والاكسجين والغازات الاخرى له وزن وهذا الوزن عباره عن قوه وهذه القوه تؤثر على سطح الارض وبذلك نستطيع ان نذكر ان للهواء الجوي ضغط يعرف باسم الضغط الجوي ووجد عند مستوى سطح البحر أن الضغط هنا يتمثل في أنه أو يساوي 1.3 0.1.03 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. إذا حبينا أن نحول الكتلة إلى قوة أو إلى نيوتن نقدر نقدر نقول أن كل كيلو جرام كما ذكرت الآن يمثل 9.8 نيوتن. في ذلك إذا قمنا بتحويل الكتلة إلى قوة نجد أن الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر يساوي 10.1 نيوتن لكل سنتيمتر مربع وحتى نستطيع فهم او نستوعب مفهوم ان للهواء ضغط ربما من استعراض هذه الصوره المتمثله في صفيحه مفرغه لا يوجد داخلها الا الهواء في القسم الف حيث هذه الصفيحه نجد ان اسطحها مستويه تماما ويرجع ذلك ان الضغط الذي يمارسه الهواء في داخل الصفيحه على سطحها يساوي الضغط الجوي الموجود خارج الصفيحه مما يعطيها هذا الشكل المتزن. في حين عندما تم تفريغ الهواء من داخل هذه الصفيحه وجدنا ما حدث من انبعاج او ما عُرف باسم سحق لشكل المستوي للصفيحه نتيجه ان الهواء قام بعمليه ضغط لجسم الصفيحه وجعلها تتصحق بهذا الشكل الذي نراه. والان نوضح كيف يمكن قياس الضغط. يرجع قياس الضغط الفضل فيه الى العالم الايطالي تورشيلي الذي استطاع ان يصمم ما يعرف باسم البارومتر او بارومتر تورشيلي او بارومتر الزئبقي، حيث انه جهاز يستخدم لقياس الضغط الجوي. هذا الرجل اول من اخترع البارومتر وكان له الفضل في إظهار أن للهواء وزن هو المتغير حسب الظروف، وأنه يمكن قياس التغيرات التي تحدث في هذا الوزن. هذا البارومتر كما أرى عبارة عن أو نراه الآن إناء به زئبق يغمر به أنبوب يملأ بالزئبق كما نرى الآن، ولكن أنا أحب التنويه ما يظهر من رمز للزئبق على الأنبوب على مقبار المملوء بالزئبق في هذه الصوره ليس بالصحيح لان عاده هذا هذه الكتابات تكتب من قبل غير مختصين ولكن هو الرمز الصحيح ان يكون الحرف الاول كابيتال والحرف الثاني سمول بالنسبه لاي رمز من رموز العناصر. من خلال سنستعرض سويا فيما بعد كيف يتم قياس الضغط الجوي ولكن على عجاله هنا نستطيع ان نقول ان من خلال ملء هذا الانبوب بالزئبق وتنكيسه في الاناء الذي يحوي على الزئبق، ينخفض يعني مستوى الزئبق كما نرى في الانبوب الراسي حيث يحدث اتزان بين القوى المؤثره على سطح الزئبق في هذا الجزء والجزء الذي يضغط به او يؤثر به الزئبق في اسفل هذا الانبوب. نتيجه هذا الاتزان نستنتج ان الضغط الذي يؤثر به الهواء في هذه الجزئيه او في هذه المنطقه يماثل تماما القوة التي يؤثر بها عمود الزئبق في هذه النقطة، وبذلك نستطيع استنتاج الضغط الجوي أو نقيس الضغط الجوي. كيف يعمل البارومتر الآن؟ كما ذكرت سنستعرض سويا كيف يعمل البارومتر. البارومتر كما في هذه الصورة إناء يحوي زئبق، أنبوب هذا الأنبوب يملأ بالزئبق تماما. وحيث ان هذا الانبوب يتميز بانه مفتوح من احد الطرفين وينكس على الطرف المفتوح كما سنرى فينخفض مستوى الزئبق الى الحد الذي يمكن من خلاله قياس الضغط الجوي كما سنرى. في البدايه نقوم بالحصول على انبوب مفتوح الطرف يملأ بالزئبق ثم يقلب كما سنرى الان في داخل اناء الزئبق. ثم نلاحظ ان انخفاض مستوى الزئبق في هذا الانبوب كما سنشاهد الان في هذا العمل، بدا ينخفض كما سنرى الان الى حد معين من خلاله يحدث عمليه اتزان للزئبق فوق او لوزن الزئبق فوق مستوى الزئبق في الاناء، يكون هناك الاتزان بين المستوى الزئبق فوق سطح الاناء والضغط الجوي من خلال ذلك نستطيع لقياس الفرق بين مستوى الزئبق في اعلى الانبوب الى سطح وفي الاناء ما يمثل الضغط الجوي وهنا ننتقل لجزئيه اخرى وهو قياس الضغط للغازات المحبوسه او الغازات الموجوده داخل خزانات كما نرى الان نستطيع قياس الضغط لغاز محبوس او داخل مخبار او داخل خزان في عن طريق جهاز يعرف باسم المانومتر هذا المانومتر عباره عن انبوب على شكل حرف يو يملا بالزئبق يتصل طرفه بالاناء الذي يحوي الغاز المراد قياس ضغطه وده يستخدم في قياس ضغط الغاز في اطارات السيارات وخلافه من الغازات المحبوسه حيث انه جهاز يستخدم لقياس ضغط في عينات الغاز المحبوس فلو لاحظنا هنا ان نتيجه فتح هذا الـ هذا الـ الصنبور الذي يفصل بين المانومتر وبين خزان الغاز نجد ان يتحرك الزئبق في طرفي الانبوب الى ان يتزن اما بهذا الشكل او بهذا الشكل فقد يتزن بهذا الشكل اذا كان ضغط الغاز اقل من الضغط الجوي وقد يختزن بهذا الشكل اذا كان ضغط الغاز اكبر من الضغط الجوي. ومن هنا نستطيع ان خلال معرفه او نستطيع قياس ضغط الغاز الذي يؤثر بي عند هذه النقطه بمقارنته بالضغط عند هذه النقطه المتمثل في اذا كان الانبوب مفتوحا يساوي هذا الارتفاع او وزن هذا الارتفاع من عمود الزئبق مضافا اليه عمود او الضغط الجوي. بينما اذا كان مغلقا فعندئذ او مفرغا من الهواء مغلقا وهذا الجزء مفرغا من الهواء فعندئذ يمثل هذا الارتفاع الضغط الذي يمارسه الغاز المحبوس. وكما علمنا ان البارومتر يستخدم لقياس الضغط الجوي ومن خلال ملاحظتنا لهذه الصوره يمكن ملاحظه قيمه الضغط الجوي بقياس ارتفاع عمود الزئبق في انبوب تورشيلي. وهنا نجد ان الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر يتمثل في 760 ملم زئبق وهو ارتفاع عمود الزئبق أما بالنسبة للمانومتر هو جهاز كما ذكرت يستخدم لقياس ضغط الغاز المحبوس فنجد هنا من خلال توصيل طرف المانومتر بمغبار الغاز المحبوس وعند فتح هذا المغبار يضغط الغاز على طرف الزئبق في هذا الأنبوب ليرتفع في الانبوب الاخر حيث يكون الفرق بين ارتفاعي الزئبق في الطرفي طرفي الانبوب يمثل بضغط الغاز المحبوس في هذا الدورق. اما بالنسبه لقيمه الضغط ووحدات قياسه بتعتمد على الارتفاع وعوامل الطقس. مره اخرى ان قيمه الضغط عند قياسه بتتوقف على بعض العوامل وهي الارتفاع وعوامل الطقس حيث أن كما ذكرت أن الضغط الجوي يتمثل في وزن عمود الهواء الذي يؤثر على سطح الأرض وهنا نجد أن كلما ارتفعنا يقل وزن عمود الهواء فبالتالي لابد أن يقل الضغط الجوي ومن هنا يمكننا استخدام البارومتر كمقياس للارتفاع لأننا كلما ارتفعنا تقل قراءة البارومتر يبقى هنا نستطيع نعيد مرة أخرى لماذا ينخفض الضغط عند الارتفاع؟ نجد ان السبب في ذلك عند الارتفاع بيقل عمود الهواء او بتقل عدد جزيئات عمود الهواء فبالتالي يؤثر بضغط او الضغط يكون في هذه الحاله اقل كلما ارتفع. كمان يمكن استخدام البارومتر كمقياس للارتفاع لان عند المرتفعات تقل قراءه البارومتر. هنا بالنسبه لوحدات الضغط الوحده كما رأينا الآن من خلال استعراضنا سلفا أن بقياس ارتفاع عمود الزئبق في أنبوب تورشيلي يدل على الضغط الجوي والمحدد هنا بمليمتر زئبق ويختصر بمليمتر ام ام اتش جي اللي هو مليمتر أو ينطق مليمتر زئبق ونجد أنه عند مستوى سطح البحر كما ذكرنا سابقا يساوي ست 160 مليمتر زئبق هناك وحدة أخرى وهي تور التور هنا عباره عن وحده لقياس الضغط تخليدا لاسم العالم تورشيلي اول من اخترع البارومتر لكن عاده يقاس الضغط بوحدات الضغط الجوي ويرمز لها بالرمز atm اللي هي كلمه او جايه من كلمه اتموسفير او بريشر بتساوي هنا واحد او ضغط جوي واحد او واحد ضغط جوي هيعادل 760 ملم زئبق في نظام الاس اي هناك او في وحدات القياس العالم الدوليه هناك وحده خاصه تعرف باسم الباسكال او يعرف او تعرف وحده اسمها الباسكال نسبه الى الفيلسوف باسكال وهي عباره عن القوه التي او الضغط الذي تؤثر به قوه مقدارها واحد نيوتن على مساحه مقدارها متر مربع. حيث هنا الباسكال كما ذكرت هو عباره عن وحده مشتقه من الوحدات في النظام الدولي اس وهنا يمكن تلخيص وحدات الضغط المستخدمه التي تم استعراضها هنا مليمتر زئبق وتور و ام وباسكال من خلال هذا الجدول فالباسكال كما ذكرنا واحد باسكال يساوي واحد نيوتن مقسوم على متر مربع ومليمتر زئبق وتور وضغط جوي وهنا علاقه تربط كل هذه الوحدات مع بعضها البعض فناخذ واحد ضغط جوي 1 اي تي ام تساوي 760 ملم زئبق تساوي 760 تور تساوي 1.01325 في 10 أس 5 باسكال تساوي 101.325 كيلو باسكال ومن خلال هذا هذه العلاقة نستطيع أن نحول وحدات الضغط من إحداهما إلى الأخرى وقبل أن نقوم بهذا العرض نتعرض هنا لدرجه الحراره والضغط القياسيان حيث هذه او الشرطان القياسيان المتمثلان بشروط الاس تي بي دي متعلقه بدراسه درجه القياسات المتعلقه بدرجه الحراره والضغط ونجد ان هذين الشرطين هما ان درجه الحراره تمثل او تتمثل في صفر سيليزي والضغط يتمثل في واحد ضغط جوي فعندما نذكر شروط اس وهي عباره عن الشروط القياسيه نجد انها نعرف من خلال وجود الحروف التي هذه الاس تي بي ان الضغط واحد اي تي ام او واحد ضغط جوي ودرجه الحراره هي درجه الصفر السليزي. وهنا نستعرض بعض الاسئله التي من خلالها نستوعب ما تناولناه. الوحده الدوليه لقياس الضغط بالتاكيد ستكون هي البسكال. ايضا الجهاز المستخدم في قياس الضغط المحصور نصتي استنتاجه هنا ان هو المانومتر ايضا الجهاز المستخدم في قياس الضغط الجوي كما رايناه هو البارومتر اما اي العلاقات تعبر عن آه الضغط عرفنا الضغط عباره عن القوه المؤثره على المساحه ونجد ان القوه تقسيم المساحه فتكون هذه هي العلاقه عند ثبات القوه وتقليل السطح إحنا عرفنا ثبات القوة تقليل السطح ماذا يحدث للضغط بالتأكيد العلاقة هنا علاقة عكسية فبالتأكيد الضغط سنرى ماذا سيحدث بالتأكيد سيزداد لأن العلاقة كما ذكرت علاقة عكسية هناك أيضا بعض الأسئلة إذا تغيرت درجة حرارة حجم معين من غاز فما الذي يتغير أيضا بالتأكيد أن درجة الحرارة إذا تغيرت من سيتغير هنجد أنه الضغط الضغط هنا هو عبارة عن القوى المؤثرة على مساحة السطح الضغط القياسي ATM هو بالضبط هل يساوي كم في هذه الحالة بالتأكيد هيساوي واحد ATM هنا أيضا ينتج التصادم الدائم لجزيئات الغاز بالجدران الداخلية للوعاء نتيجة ما يعرف باسم الضغط يبقى ينتج عن الصدام الدائم ما يعرف باسم الضغط عندما تزداد القوه وتثبت المساحه فان الضغط بالتاكيد لان العلاقه بينهم علاقه بين القوه والضغط علاقه طرديه فايضا ستجد انه سيزداد مسائل فيها كيف تحول وحده الى وحده اخرى فهنا عندي تقرير الاحوال الجويه يتمثل فان قراءه الضغط هي عباره عن 745.8 ملم زئبق كيف نعبر عن هذه الوحده بوحدة ضغط جوي أو وحدة تور أو كيلو بسكال هنا بداية من خلال استعراضنا لهذه المنظومة التي توضح العلاقة بين وحدات الضغط المختلفة، نستطيع هنا نحدد أولاً من المطلوب. هنجد أن المطلوب هو العلاقة بين تحويل ملليمتر زئبق إلى ضغط جوي atm، فلا بد أن نأخذ العلاقة التي بينهما واحد atm ام سبعمية وستين ملليمتر زئبق. المجهول هنا هو الضغط الجوي ATM المتمثل في X ATM المعطى هنا هو عبارة عن المليمتر زئبق فتم وضعه تحت مليمتر زئبق من خلال هذه العملية الحسابية الضرب التبادلي هذا نستطيع من خلاله أن نحول أو نحسب قيمة الضغط بالوحدة الجديدة وهي عبارة عن واحد ATM مضروب في 745 فاصله ثمانية ملم زئبق مقسوما على كما سنرى الان على 760 ملم زئبق واختصار ملم زئبق مع ملم زئبق نستطيع هنا ان نحصل على الضغط الجديد المتمثل في او الضغط بوحده الاتم المتمثل في 0.9813 اتام اما اذا حببنا ان نحول الضغط من ملم زئبق الى طور ايضا نصل او نرجع الى هذه المرجعيه وناتي بالعلاقه بين التور وبين المليمتر زئبق نجد ان ال 700 مل 700 مليمتر زئبق هي نفسها 700 تور او ان واحد مليمتر زئبق هو نفسه واحد تور اي متساويان بالطبع ستكون هذه القيمه نفسها هي عباره عن سبع سم... قيمه نفس بالمليمتر زئبق هي نفس القيمه بالتور ولكن يمكن ان نعملها ايضا بالطريقه الحسابيه نجد هنا الطور هو المجهول من خلال الضرب التبادلي ايضا يمكننا كما سنرى الآن الحصول على قيمة الضغط بالتور ونجد أنه كما رأينا عمليات الاختصار نفس القيمة هي نفس القيمة المحددة متر زئبق لأنهم كلا القيمتين متساويتين بينما في حالة كيلو باسكال العلاقة بين مليمتر زئبق وكيلو باسكال كما نرى الآن أن 760 مليمتر زئبق تساوي فاصلة 325 كيلو بسكال نضع المجهول اسفل المجهول والمعطى اسفل المعلوم فمن خلال الضرب التبادلي نستطيع ايضا بهذا الشكل ان نحول الوحده من مليمتر زئبق الى كيلو بسكال وهنا نجد ان القيمه بالكيلو باسكال 99.43 كيلو باسكال، وبذلك استطعنا ان نحول وحدات او من وحدات ان تتجول بين وحدات قياس الضغط من وحده الى وحده اخرى كما راينا الان وفي النهايه اعزائي الطلاب اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته